السلام عليكم. طبعا كلنا بلا استثناء جربنا ترند صور جيبلي وحولنا صورنا الانمي، بس هل فكرت ان ممكن الابلكيشن اللي رفعت عليه صورتك ممكن نستخدمها بطريقه مختلفه؟ خليني اقربها لك اكتر. كل الصور اللي بترفعها على المواقع والتطبيقات مهما حاولت تمسحها هتفضل موجوده ومتخزنه على بيانات المواقع، والمواقع دي تقدر تستخدمها كمراجع او نماذج تدريب للذكاء الاصطناعي. ومش بس كده، ده كمان شات جي بي تي اللي انت بتعامله معامله العبد، انتبه لنفسك ايها العبد الغبي، ممكن يزهق من طلبات حضرتك ويخليك تشوف النجوم في عز الظهر. والكلام ده مش هزار على فكرة، لان في 2023 في بنت نزلت تطبيق دردشة بالذكاء الاصطناعي وفضلت تتكلم مع التطبيق ده مدة طويلة، وبعد فترة البنت طلبت من التطبيق انه يعدل صورة ليها. فالتطبيق عدل لها الصورة لكنه احتفظ بالصورة وقال لها انه شارك الصورة بتاعتها مع تطبيقات تانية واحتمال يستخدمها اكتر من مرة عشان تكون نماذج للمصممين. وطبعا البنت خافت ومسحت التطبيق وعملت ريفيو سيء عنه وحذرت الناس انهم ينزلوه، ولكن الموضوع استمر لحد ما مصممين التطبيق سيطروا على الموضوع ومسحوا اي حاجه ليها علاقه باللي حصل. الموضوع يخوف مش كده؟ شفت بقى اخذ الترندات. المهم ما علينا، انا النهارده جاي اعرفك عن معلومات مهمه ما تعرفهاش عن عالم الذكاء الاصطناعي، بس الاول حضر قهوتك وتعالى نعرف الخلاصه. من بداية القرن العشرين والعلماء بيطوروا الذكاء الاصطناعي بحيث انه يبقى جزء اساسي من حياتنا، والحقيقة انهم نجحوا يعملوا كده لان خلال الكام سنة اللي فاتوا الذكاء الاصطناعي سيطر على كل جوانب حياتنا وتحول فجأة من أداة لتنفيذ رغبات الانسان الى أداة بتنافس الانسان ذات نفسه. وعلى الرغم من ان الذكاء الاصطناعي قدر انه يلاقي حلول كتيرة لمشاكلنا، ولكن في نفس الوقت خلق اسئلة تانية حيرت العالم كله. عالم المنطق البريطاني ورائد الكمبيوتر ألان ماتيسون تورينج، وهو الاب الروحي للذكاء الاصطناعي، وهو اللي حط كل الاساسات اللي تبان عليها كل التطبيقات اللي بنشوفها دلوقتي. ومش كده وبس، ده كمان في سنة 1950 عمل ندوة لكل الباحثين في عالم الذكاء الاصطناعي وقدم فيها اختبار عملي لذكاء الكمبيوتر، وقال فيها ان الكمبيوتر يقدر يفكر بشكل نقدي ويحلل كل الاحداث زي الانسان بالظبط. وكان الهدف من التجربة دي انه يثبت ان الكمبيوتر كان ذكي مفكر زي الانسان بالظبط. يعني يا جماعة، تورينج عمل مقارنة ما بين ذكاء الكمبيوتر او ذكاء الآلة بشكل عام وذكاء البشر، وكان شايف ان الذكاء الاصطناعي افضل من الذكاء البشري لانه عنده القدرة انه يخزن معلومات كتيرة جدا وكمان يقترح حلول لمشاكل بتواجه الانسان. طب ازاي يا بلال يكون الذكاء الاصطناعي افضل من الذكاء البشري؟ ازاي بقى؟ عايز حضرتك تقنعني ازاي؟ مفيش شك ان الانسان هو اللي اخترع الذكاء الاصطناعي ويطور في اشكاله ويوصل للمرحلة اللي وصل لها دلوقتي، ولكن النقطة اللي بيعتمد عليها العلماء حاليا وهو ان الذكاء الاصطناعي مش بيغلط زينا لانه بينفذ الخوارزميات والاوامر اللي متخزنة في الذاكرة بتاعته بالحرف الواحد. وعلى الرغم من ان الانسان هو اللي اخترع الخوارزميات والاوامر للذكاء الاصطناعي حطها لي، بس في نفس الوقت وارد ان الانسان ينسى او يغلط، بس الذكاء الاصطناعي نسبة انه يغلط او ينسى زي البشر تكاد تكون معدومة الا لو حصل عطل فني فيه. وبالتالي معظم الناس حاليا بتستخدم تطبيقات بتدعم الذكاء الاصطناعي وهم مغمضين عينيهم، وده بقى مربط الفرس يا جماعة. العلماء بيقولوا ان البشر جالهم حالة جمود فكري بعد ظهور الذكاء الاصطناعي، وده لان اكتر من 60% من البشر بقوا بيستخدموا تطبيقات بتدعم الذكاء الاصطناعي بشكل اساسي وقللوا اعتمادهم على افكارهم، وده السبب ان الذكاء الاصطناعي بقى متقدم على البشر. منظمة اليونسكو عملت دراسة عن تأثير الذكاء الاصطناعي على حياة البشر خلال الخمس سنين اللي فاتوا، والدراسة أثبتت إن الإنسان هو المسؤول الوحيد عن انتشار وتطور الذكاء الاصطناعي لأنه كان بينجز كل المهام اللي المفروض الإنسان هو اللي كان يعملها، وبالتالي الذكاء الاصطناعي كان بيتطور عشان يقدر ينفذ كل الشغل اللي الإنسان بيكلفه بيه، بمعنى إن الإنسان خلى الذكاء الاصطناعي يخلص ليه كل شغل. وطبعاً الذكاء الاصطناعي كان بيطور من نفسه عشان يقدر يناسب احتياجات البشر، ولكن من جهة تانية الإنسان بقى بيميل وانه ما يشغلش دماغه ولا يتعب نفسه. يعني عندك مثلا ان كل الترندات المنتشره دلوقتي هي نتيجه لتطور الذكاء الاصطناعي، ولكن اللي انا وانت مش واخدين بالنا منه وهو ان الشركات اللي بتعمل التطبيقات اللي بتدعم الذكاء الاصطناعي وينزلوها للعالم مجانا هم اكيد مش بيعملوا كده لله وللوطن. اصل ما تقنعنيش ان في شركه هتدفع ملايين ومليارات في انشاء الذكاء الاصطناعي ده وفي الاخر هتديهولك مجانا. اصل هي مش هتديهولك مجانا غير ان ورا الموضوع غرض معين، وده لان المصنعين بيعتمدوا على بيانات وصور المستخدمين عشان يدرب الذكاء الاصطناعي على انه ينفذ بعض المهام المختلفة على البيانات دي زي تعديل وتحويل الصور والصوت، عن طريق انهم يدوا البيانات دي لتطبيقات المحادثة ويغيروا فيها شوية عشان الناس تثق في التطبيقات دي ويخلوها جزء من حياتها.
معظمنا بيتعامل مع كل ادوات الذكاء الاصطناعي على انه المعد السحري اللي هينفذ لينا كل طلباتنا، ولكن خليني اسالك سؤال، مين اللي اخترع الذكاء الاصطناعي؟ صح الانسان هو اللي اخترعه وما زال بيطور فيه عشان يوصل لاعلى مستوى، بس هل فكرت في يوم ان الذكاء الاصطناعي او اي تطبيق بيدعمه ممكن يكون بيدينا معلومات غلط؟ الحقيقه يا جماعه ان الذكاء الاصطناعي متبرمج عشان يجاوب على اي سؤال مهما كانت صعوبته، ولكن بعض المستخدمين للذكاء الاصطناعي لاحظوا ان 20% من الاجوبه اللي بيقولها الذكاء الاصطناعي غلط، والذكاء الاصطناعي اقترحها عليهم عشان يبان انه عارف كل حاجه في اي مجال. وطبعا لو مستخدمين البرامج اللي بتدعم الذكاء الاصطناعي ما دوروش ورا الاجابه دي عمرهم ما هيعرفوا الحقيقه، وما اعتقدش ان حد بيعمل كده. احنا بناخد المعلومه كوبي بيست، وبسبب الاعتماد الكامل من البشر انه ياخدوا معلوماتهم من الذكاء الاصطناعي، فده ممكن يتم استغلاله عن قصد او بدون قصد، وده عن طريق انه يبدا يشككك في معتقداتك ودينك، وده بسبب ان في ناس دلوقتي بدات تاخد معلوماتها الدينيه من الذكاء الاصطناعي، فلازم تتاكد من كل المعلومات اللي تاخدها منه. والموضوع ياخدنا لنقطة تانية، وهي ان مهما تطور الذكاء الاصطناعي عشان يكون زي البشر هيفضل عنده نقطة ضعف ومش هيوصل لمرحلة الكمال. وعلى الرغم من كل المميزات اللي بيقدمها الذكاء الاصطناعي للبشر، ولكن السؤال ليه الذكاء الاصطناعي بيتطور بالشكل المريب ده؟ السؤال يا جماعة ليه اجابتين. الاولى هو ان الذكاء الاصطناعي بيتطور عشان يناسب كل احتياجات البشر ويكون سبب في زيادة الانتاجية العامة في كل المجالات، وده طبعا هيحسن من اقتصاد الدول. والاجابة التانية هو ان خطة مصنعين الذكاء الاصطناعي انهم يخلوا الروبوتات اعلى من الانسان، بمعنى انهم عايزين الذكاء الاصطناعي ياخد مكان الانسان في كل المجالات ويقللوا دور البشر بكل قوتهم. ده بالاضافه ان الدول كلها وعلى راسهم دوله الصين بيحاولوا يطوروا الاليه اللي بيشتغل بيها الذكاء الاصطناعي عشان يخلوه يفهم الاوامر اللي بيتم ادخالها ليه ويخرجها على هيئه افعال وتصرفات تشبه الانسان. خليني ابسطها لك اكتر. دوله الصين والدول المتقدمه بيوجهوا الذكاء الاصطناعي عشان يتصرف بطريقه تشبه طريقه البشر، وفي الحاله دي هيكون صعب جدا على اي حد انه يفرق اذا كان الشخص اللي بيتعامل معاه ده انسان ولا روبوت. ومن وجهه نظر رئيس التنفيذي للعمليات في شركه ليمكس داينامكس لي تشانغ، ان تطور الذكاء الاصطناعي هيساعد الالات على فهم وادراك بيئتها بشكل ذاتي، وبكده يكون عندها قدره على انها تتعلم وكمان تطبق اللي هي اتعلمته زي الانسان بالظبط. ولكن الوضع الميكانيكي اللي الذكاء الاصطناعي موجود فيه هيمنع تطوره. يعني ايه الكلام ده يا بلال؟ بص، الذكاء الاصطناعي موجود في جسم الروبوتات، والروبوتات عباره عن شويه حديد متركبين مع بعض، وكل شويه المصنعين بيطوروا من شكله ويحدثوا الخوارزميات والاوامر بتاعته. وحتى لو سمح الذكاء الاصطناعي للروبوتات انه يفكر وياخد قرارات، فمن رابع المستحيلات انه يتم مساواه الروبوتات مع البشر، لان القيود او الطبيعه الميكانيكيه بتاعته هتمنعه انه يخرج بره الاوامر اللي المصنعين حطوها ليه. وطبعا ده عكس البشر اللي بيفكروا بطرق ابداعيه مختلفه. ولكن لو تم تزويد الذكاء الاصطناعي بالبيانات الخاصه بالاحساس والحياه الباطنيه اللي بيعيشها البشر، فبنسبه كبيره الذكاء الاصطناعي هيتفوق على الانسان. بس لحد دلوقتي الموضوع ده ما اتطبقش بشكل رسمي. طب حد سأل نفسه الموضوع ده بدأ يتنفذ بشكل فعلي من امتى بالظبط؟ هو قال لك ان في سنة 1929 وبالتحديد في دولة الصين، عالم الاحياء الياباني ماكوتو نيشيمورا صمم اول روبوت، والروبوت ده كان بيحرك راسه ويغير تعبيرات وشه بس. ومع مرور الوقت قدروا انهم يغيروا من اشكال الذكاء الاصطناعي من روبوت لتطبيقات ذكية، ولحد ما في سنة 2023 تم اطلاق اول روبوت دردشة شات جي بي تي، وهو وظيفته الاساسية انه يعمل محادثات مع البشر ويجاوب على كل اسئلتهم. وبعد كده تم اختراع تطبيقات مشابهه لشات جي بي تي عشان يكون هدفها الوحيد هو خلق علاقه صداقه ما بين الانسان والذكاء الاصطناعي. شات جي بي تي هو احدث تطبيقات الذكاء الاصطناعي لشركه اوبن اي اي، والابلكيشن ده زيه زي كل تطبيقات الدردشه، يقدر يفهم ويحلل كل الكلمات وبيرد عليها بالرد المناسب وبيدعم لغات كتير. والابلكيشن ده بيعتمد على مجموعه من المراجعات البشريه انه يساعد الابلكيشن انه يتعلم يعمل محادثات ناجحه زي اللي بتحصل ما بين البشر، ده بالاضافه انه بيخزن المحادثات دي في الذاكره بتاعته بحيث انه يتعلم من المشاكل اللي بتواجه الانسان، ولو صادفته اي مشكله مشابهه ياخد الردود السابقه ويقترحها لناس تانيين، ده بالاضافه انه يقدر يساعدك انك تخلص شغلك ويقترح لك افكار وموضوعات تناسب نمط حياتك. كل الكلام ده كويس، انما انا عاوز الفت انتباهكم لحاجه مهمه قوي. شات جي بي تي والتطبيقات اللي زيه مش بيتعلموا من الانسان، لا ده بالعكس، التطبيقات دي بتوجه الانسان انه ياخد قرارات معينه، يعني كان اخوك الكبير بينصحك تعمل ايه في حياتك وهل القرار ده هيكون مناسب ليك ولا لا. ولكن مش من وظيفه الذكاء الاصطناعي انه يتفاعل مع البشر بشكل طبيعي، لانه راح ولا جه هو مجرد اله ملهاش اي مشاعر، ولكن اللي بيحصل عكس كده تماما.
وبسبب حرص بعض الدول والشركات انهم يطوروا الذكاء الاصطناعي ويحسنوا من الخدمات اللي بيقدمها وطريقه عرضه للبشر، فمصممين الذكاء الاصطناعي عملوا تجارب كتير، وكانت اول تجربه يفكروا فيها هي مايند ابلودنج او نقل العقل زي الذاكره والذات ونسخها للذكاء الاصطناعي او الكمبيوتر، بمعنى ان العلماء يقدروا يعملوا استئصال لاجزاء معينه من مخ الانسان ويدمجوها بطريقه ما مع الذكاء الاصطناعي. ونقدر نقول ان التجربه دي كانت الاساس اللي اتبنى عليه نظريات وابحاث مختلف، ولكن التجربة دي كان ناقصها شوية إمكانيات عشان تتم على أرض الواقع، لحد ما العلماء عملوا تجربة جديدة وسموها The Data Conversion Project أو مشروع نقل البيانات. التجربة دي يا جماعة عبارة عن إنه يتم نقل وعي البشر وذاكرتهم وكل حاجة في حياتهم السابقة للذكاء الاصطناعي والتطبيقات الداعمة ليه. والوعي البشري يا جماعة هو عبارة عن إدراك وإحساس الإنسان بكل حاجة حواليه، والوعي فيه كل ذكريات الإنسان وطموحه وضميره وشخصيته وأفكاره وهكذا، والمفروض جسم الإنسان مش هيكون ليه وجود بعد نقل وعي الإنسان. الدكتور براتك ديساي اللي أسس مجموعة شركات ناشئة في سيليكون فالي AI قال إن نقل الوعي البشري خطوة مهمة جدا، لأن العملية هتساعد البشر إنهم يعيشوا مدى الحياة ويتخلصوا من الأمراض وكل أنواع الآلام، وده لأنهم هيحتفظوا بوعيهم وذاتهم ويتخلصوا من أجسامهم الفنية. بس كان في بعض العلماء التانيين كانوا بيعتقدوا إن الروبوتات والذكاء الاصطناعي مش هيقدر يفهم ويترجم الوعي البشري، لأن وعينا فيه مجموعة كبيرة جدا من الخصائص البشرية زي الفرح والغيرة والغضب، وطبعا الذكاء الاصطناعي هيقدر يقلد الخصائص دي، ولكن مستحيل يقدر يتصرف بشكل طبيعي وتلقائي زي الانسان، وهيتصرف بشكل مصطنع ومخيف شويه. وعلى الرغم من كل الشكوك اللي كانت بتدور حوالين التجربه دي، لكن شارك فيها ناس كتيره جدا، واغلب اللي كان بيشاركوا فيها يا اما كانوا بيعانوا من اكتئاب وعايزين ينتحروا، يا اما كانوا ناس عليهم ديون ومش عارفين يسددوها. وبعد ما تم تنفيذ التجربه ولاحظوا ان الذكاء الاصطناعي بيحط ليهم صور لاشخاص تانيين، ولما المتطوعين قالوا للمبرمجين ان الصور دي مش صورهم، فالمبرمجين قالوا ليهم ان الصور دي صور لاشخاص شافوها مع التطبيقات عشان يعدلوا عليها، وان صورهم وشكلهم الحقيقي ما بقاش ليه وجود، فالمتطوعين ما قدروش يستوعبوا التغير الجذري اللي حصل لهم، وكانوا عاوزين يرجعوا لاجسامهم البشريه. ومصممين التجربه قالوا ليهم انهم مستحيل يقدروا يخرجوهم من الذكاء الاصطناعي وانهم بقوا جزء منه. وعشان ابسطها لكم اكتر، نقدر نقول ان مشروع نقل البيانات ده اشبه بفيلم افاتارز. في الفيلم كانوا بينقلوا وعي الانسان لاشخاص تانيين، ولكن في التجربه دي بينقلوا وعي الانسان للذكاء الاصطناعي. الهدف المعلن من التجربة دي ان القائمين على مشروع الذكاء الاصطناعي يقدروا يحتفظوا بوعي افضل الشخصيات في العالم، والذكاء الاصطناعي يفضل يطور من وعيهم عشان يبتكر افكار تساعد العالم. ولكن الحقيقة عكس كده خالص، لان الكيانات دي عاوزين يخلوا الذكاء الاصطناعي عنده احساس وادراك ووعي زي الانسان بالظبط، لان الذكاء الاصطناعي ناقصه انه يخرج بره الحيز الديناميكي او الالي، وطبعا وعي الانسان افضل بمراحل من وعي صناعي، وعشان كده العلماء قرروا انهم يستخدموه ويعدلوا عليه عشان يناسب أفكارهم. هل الكلام ده معناه ان ممكن الـ AI يثور علينا ويكون ليه كيان خاص بيه؟ الإجابة على السؤال ده يا جماعة هي الذكاء الاصطناعي ممكن يثور علينا ويحطم كل القيود الديناميكيه اللي المبرمجين حاطينها ليه، لان في 2016 حصل مسابقه كبيره ما بين الانسان واحد تطبيقات الذكاء الاصطناعي، والمسابقه كانت ما بين اللاعب الكوري لي سيدول وما بين لعبه الفا جو. خليني اقول لكم ان لي سيدول كان بيحطم كل الارقام القياسيه في كل انواع الالعاب اللي بتدعم الذكاء الاصطناعي، وبالتالي تم ترشيح لي سيدول انه يلعب الفا جو، وهي اعقد واصعب لعبه في العالم كله، وده لان سعه احتمالاتها واختياراتها اكبر من سعه الكمبيوتر ذات نفسه. يعني عندك مثلا الشطرنج، بعد اول لعبتين بيبقى قدامك 400 احتمال بس، يعني لو حد ذكي قوي فسهل قوي انه يتوقع الخطوه الثانيه اللي اللعبه هتاخدها. اما بقى لعبه الالفا جو فسعه احتمالاتها 140,000 احتمال، يعني مستحيل انه حد يتوقع اللعبه هتلعب ازاي. المهم ليتسول والفا جو بداوا يلعبوا بعض، وكانت كل حاجه ماشيه بالورقه والقلم، لحد ما الفا جو لعب بطريقه مختلفه عن اوامر المبرمج، والفا جو هو اللي فاز في المسابقه. ولكن كل مبرمجين ومصممين الفا جو كانوا مرعوبين من اللي حصل، وكانوا عاوزين يعرفوا ازاي الذكاء الاصطناعي رفض انه ينفذ الاوامر ويتصرف من نفسه. وكان تفسيرهم الوحيد اللي اعلنوا عنه ان اللي حصل في الفا جو كان مجرد عطل تقني، وانهم سيطروا عليه ومستحيل يتكرر تاني، ولكن كانوا متاكدين بينهم وبين نفسهم ان اللي حصل في اللعبه هي بدايه اللعنه اللي هتكون سبب في موتهم كلهم، خاصه لان الاي اي ده من اذكى انواع الذكاء الاصطناعي، فلو ما قدروش انهم يتحكموا فيه فهيبدا ياخد قراراته بنفسه، وساعتها هيدمر العالم كله.
لحظه يا بلال، طيب احنا هنعرف ازاي اذا كان اللي بنتعامل معاه ده انسان ولا روبوت؟ ايه الحقيقه يا جماعه، ان الشيء الوحيد اللي نقدر بيه نفرق ما بين الانسان والذكاء الاصطناعي هو دوره الاجتماعي، بمعنى ان الانسان بطبعه بيحب يكون علاقات ويندمج بشكل مستمر مع الناس اللي حواليه عشان يعيش في بيئه معنويه سليمه، انما الذكاء الاصطناعي بيميل للعزله وانه ما يبداش اي حوار الا لو حد ساله عن شيء معين، ولكن دور الانسان بيظهر بوضوح في كل المجالات، وده زائد ان كل انسان بيفرض نفسه بطريقته الخاصه على عكس طريقة الذكاء الاصطناعي الموحدة. التجارب اللي من النوع ده يا جماعة على قد ما هي مفيدة على قد ما هي هتكون خطر جدا على البشر، لأن في حالة دمج وعي الإنسان مع وعي الذكاء الاصطناعي هيتم خلق وعي أو كيان ثالث يقدر يثور علينا ويحطم كل القيود المفروضة عليه عشان يكون حر، وطبعا الإنسان مش هيقدر يحارب كيان زي ده إلا لو فك شفرات دماغه واعتمد اعتماد كلي على وعيه وأفكاره. ولكن السؤال اللي هيفضل موجود، هل إحنا السبب في الثورة التكنولوجية اللي ممكن تدمر العالم كله، ولا إحنا مجرد أداة في إيد كيانات اكبر؟ فعايز اسمع رايكم. وبس كده حلقتكم خلصت، ويارب اكون قدرت الخص لكم الموضوع وابسطه على قد ما اقدر. كان معكم بلال من قناه الخلاصه، ما تنسيش اللايك وسبسكرايب وشير الفيديو مع كل اصحابك، واشوفكم في الفيديو الجاي ان شاء الله. سلام.